صناعة الألعاب متجهة فين؟ ليه في شركات كتيرة لا تفقه شيء في الصناعة وعايزين يدخلوها لمجرد الأرباح؟ لذلك تعدد الأجهزة المنزلية هل هو منافسة ولا انهيار؟ في الفترة الحالية بنسمع شركات كتيرة عمالقة مهتمين بصناعة الألعاب، بغض النظر إن كانت الشركات دي في الماضي قدمت شيء للصناعة، ولكن في الوقت الحالي الأمر يختلف تماما. فمثلا شركة زي أبل كان فعلا لها تاريخ في الماضي مع توسع أجهزة البي سي. المتجر الشهير أمازون واضح إنه شاف الصناعة لها مكسب حلو، لكن لما نشر ألعاب من تطوير فرقه الخاصة فكلها فشلت. لكن دلوقتي أمازون عايزين يدخلوا في تصنيع الأجهزة المنزلية. لكن بالنسبة للحاضر، أنا دايما بقول إن 3 شركات طرف أول كفاية في الصناعة: سوني، مايكروسوفت، ونينتندو. السوق مش مستحمل شركات كونسولز أخرى، وكل شركة من دول قدموا حاجات غيرت من الصناعة. ممكن كانت حاجات حلوة أو سيئة زي الخدمات أو الإضافات أو الاشتراكات البلس أو الجولد، ومع ذلك استقبلناها واستحملناها. ومع ذلك بنلاقي شركات زي أمازون وبنلاقي جوجل وأبل عايزين يدخلوا صناعة الأجهزة المنزلية، وده هيكون له تأثير سلبي على الصناعة كلها. علشان تعمل كونسول أيا كان إيه مميزاته لازم ترتب أوراقك، وهي أول حاجة استحواذ على مجموعة استوديوهات طرف ثالث علشان يطوروا حصريات، وبالتالي يكون في ألعاب بتنزل على الجهاز علشان المستهلك ينبهر ويشتري جهازكم. وبما ان في 3 أجهزة جديدة هتنزل، يبقى في كام استوديو المفروض يستحوذ عليهم ويقدموا حصريات. حتى متجر ايبك مهتم انه يحط عنده حصريات على متجره وما تنزلش على ستيم، وده علشان يشهر من متجره، ودي سياسة سليمة جدا. لذلك حرب الاستحواذات هي اللي هتكون المعركة الأساسية في الجيل القادم، مما يعني انك مش هتلاقي ألعاب بتنزل على كل المنصات، لان الطرف الثالث اللي بينزل لعبته على كل المنصات فهو فعلا بقى مستحوذ عليه مقابل شركة زي جوجل مثلا. فبالتالي لو كل شركة عملت نفس الموضوع ده فانت حرفيا مش هتلاقي استوديوهات طرف ثالث. لكن على الصعيد الاخر، ماذا لو الثلاث اجهزة دول مش مهتمين بالحصريات ولكن مهتمين بخدمات اخرى؟ امازون وجوجل وابل الشركات دول كلهم اغبى من بعض، واللي منبهرين بحاجة واحدة فقط، الخدمة السحابية، لدرجة انهم اصبحوا بيقدسوها كأنها هي الشيء الناجح. طبعا مايكروسوفت فعلا بيخططوا لإطلاق خدمة سحابية باسم اكس كلاود، لكن شخصيا شايف ان خدمة مايكرو هتكون افضل. على الاقل مايكرو فاهمين السوق وموجودين فيه من زمان، وفاهمين او بيفهموا اللاعبين. لكن الشركات الجديدة دي لا تفقه شيء في الصناعة، وفاكرين انها مجرد سبوبة او مصلحة، واصلا ممكن تخرب الصناعة كلها على رؤوس الجيمرز المحترفين. فجوجل على سبيل المثال لو قدمت خدمة سحابية او جهاز كونسول مخصص للسحابة، فده معناه حاجتين: اشتراكات شهرية، الاهتمام اكتر بألعاب الاونلاين. الخدمة السحابية اصبحت الوباء اللي اتنشر والجيمرز الكاجوال مبسوطين بيها. في الاول يعني ايه خدمة سحابية؟ ببساطة دي خدمة انك بتشترك لمدة شهر او سنة مقابل مبلغ ما، وبتلعب الالعاب بشكل سحابي بحيث انها بتبقى بث، وانها مش معتمدة على الهاردوير ولكن معتمدة على الانترنت وسرعته. وده في بلدان كتيرة حتى في امريكا رافضين فكرة السحابة. فالخدمة اشبه بنتفليكس لكن على الالعاب، بحيث انك تقدر تلعب 4K ب60 فريم بمستوى رسومي رهيب. ما هو طالما مفيش هاردوير يبقى مفيش حدود للاجهزة، لكن ده مش ميزة، ولكن انت بتقتل سوق الالعاب بصورة بطيئة. لما بدأت الصناعة مع اول جيل من الاجهزة كان في اجهزة كتيرة زي اتاري وماجنا فوكس وسيجا، فكان في اجهزة كتيرة وده سبب حيرة وتشتت للمستهلك. وطبعا الامر شبه البالونة لما بتتنفخ لاقصى حد وبتنفجر، فالمستهلك وصل لمرحلة انه كره حاجة اسمها العاب. لكن نينتندو رجعوا ثقة المستهلك، وبعدها ظهرت اجهزة زي البلاي ستيشن ثم الاكس بوكس، وكل الشركات التانية امثال سيجا واتاري اعتزلوا تصنيع الاجهزة. فهل عايزين نوصل تاني للمرحلة دي؟ هل عايزين تخرب السوق اللي عشنا معاه احسن ايام حياتنا؟ لو في الماضي نينتندو هم منقذين الصناعة، ففي الحاضر سوني وبلاي ستيشن 4 هم منقذين الصناعة الحديثة. لان فعلا كنا هنشوف انهيار اخر في الجيل ده، ولكن لولا البي اس 4 فهو اللي انقذ الصناعة وضم واعاد هيكلة شركات الطرف الثالث.
لان في الوقت ده مايكرو مع الاكس بوكس 1 ونينتندو مع ويو كانوا متخبطين وبيمروا باسوا الايام. ولو فعلا بلاي ستيشن 4 كان فشل هو كمان، فكنت هتلاقي الشركات طرف تالت اتجهت للالعاب الهواتف، وكنا دخلنا في انهيار جديد وما كناش هنشوف اي العاب تريبل اي، لان ساعتها مش هيبقى فيه لاعبين يشتروا الاجهزه دي لانها فشلت، وبالتالي مفيش شركات العاب هتنزل العابها على الاجهزه دي لانها مبيعاتها قليله ومش هتجيب اي عائدات. فساعتها السوق هيتم السيطره عليه من قبل الهواتف اللي اثبت فعليا ان عائدات الهواتف ضخمه. ودلوقتي الشركات الجديده امازون جوجل وابل فعلا بيحاولوا يدمروا الصناعه اللي عشنا احسن ايام معاها، وعايزين يفرضوا خدمه اشتراكات. ومع الأسف مش واضح هل الأجهزة الجديدة دي هتقدم حصريات ولا هتكون أجهزة بتشغل كل ألعاب طرف ثالث ومعتمدة على السحابة والاشتراك الشهري. ولو فعلا الأجهزة دي مش هتقدم حصريات، فساعتها ايه اللي يخلي مستهلك يشتري جهاز جوجل؟ ما هو أنا لو محب للخدمات السحابية فهشتري جهاز مايكروسوفت. على الأقل هم فعلا عندهم حصريات جديدة وهتنزل، ومايكروسوفت شركة قديمة في السوق، فالموضوع مش مفهوم ومش مقنع. والمشكلة تكمن في الاشتراكات الشهرية، لأن اللاعب هيكون مجبر يشترك عند كل شركة، مثلا يشترك عند تيك تو لمدة شهر علشان يستمتع بألعاب كرة السلة وجي تي اي، وعندنا اي اي علشان باتل فيلد وفيفا، وعند اكتيفيجن بليزرد علشان كول اوف ديوتي مع اوفر واتش، ويوبي سوفت علشان اساسنز كريد، ولسه في باسيزدا وسكوير انكس وكاب كوم وورنر بروز. يعني لو كل اشتراك ب $20 في الشهر فهتدفع اكتر من $100 في الشهر علشان تستمتع بألعاب 5 شركات فقط. وطبعا مع سيطرة السحابة على الأسواق فانسى حاجة اسمها ألعاب قصة، لأنك هتلاقي كل الألعاب أصبحت أونلاين، لأن الأونلاين هيقدم لك ساعات لعب بلا نهاية، والشركات دي هيخلوك تلعب أطول فترة ممكنة لسحب فلوس اللاعب من خلال الاشتراكات. وللعلم الخدمات دي معمولة للاعبين الجداد اللي ما يعرفوش حاجة اسمها ألعاب قصة، وما يعرفوش أي حاجة عن الصناعة وعن إزاي بدأت، وفاكرين إن الصناعة هي أساسها ألعاب الأونلاين وإن أساسها هي فورتنايت. لذلك الشركات دي هتدعم اللاعبين دول، مما يعني اللاعبين الهاردكور مش هيلاقوا أي ألعاب تناسب ذوقهم. وكده شكرا لصناعة الألعاب اللي اتدمرت بفضل جوجل وأمازون. وجوجل هي الخطر الأكبر لأنها أكتر شركة مهتمين يعملوا جهاز منزلي معتمد على السحابة. بكده مفيش إلا حل واحد، وهو إن سوني يستمروا بالأجهزة المنزلية العادية واللي بتحط الأسطوانة وبتلعب أو بتحملها. سوني فعليا مش مهتمين بالخدمات السحابية، لكن في نفس الوقت لازم يواكبوا التطور ده، وده ممكن يكون مشكلة أو ممكن لأ. لذلك أنا مقدرش أخمن من دلوقتي ولازم ننتظر، لكن عموما سوني بيطمنوا اللاعبين إن الخدمة السحابية علشان يعملوها محتاجة عدة سنوات. مايكروسوفت اعتقد انهم هيعملوا جهاز منزلي عادي وجهاز معتمد على السحابة، واللاعب اللي يختار انهي الانسب. والمشكلة برضو ان مايكروسوفت فعليا بيفكروا ينزلوا العابهم على كل المنصات، وده شيء هيدبح المنافسة، لان شركة مايكروسوفت هتتحول لطرف ثالث، وده هيدبح عامل المنافسة بين الاجهزة المنزلية. والسبب ان مايكرو مهتمين بالفلوس على حساب الكونسول. تخيل اشتراكات جيم باس لما تتوافر في كل مكان، فتخيل مثلا ان العاب مايكرو المخصصة للجيل القادم انها تنزل على كل المنصات، وده طبعا هيخلي مفيش حصريات، مما يعني مفيش منافسة شرسة بين جهازين كونسول. اصلا ايه الفكرة انك تقدم خدمة جيم باس لكل الاجهزة الموجودة حتى التلفزيونات، فانت تلقائي تتحول لشركة طرف ثالث، وده هيعمل ازمة كبيرة، لان العاب مايكرو بتتوافر على الجيم باس من اول يوم. فممكن مايكرو عايزين يسبقوا جوجل في الخدمة السحابية دي، وشافوا ان احسن طريقة لمنافسة شركة قوية زي جوجل هو انهم ينزلوا العابهم على كل المنصات. مايكرو بالنسبة لهم جوجل هو منافس قوي، اكيد مايكرو مش ناسيين الضربات اللي جوجل ضربوها اثناء دخول مايكروسوفت سوق الهواتف، واللي انتهت بخروج مايكرو من سوق الهواتف بخسارة ضخمة اعتقد وصلت ل7 مليار. وعموما انا مش عايز احكم على مايكرو وعن موقفها من دلوقتي، ولازم استنى اعتقد. وطبعا الجهاز المنسي ماد بوكس اللي بيتم تطويره من فريق تطوير العاب اللي قدم لعبة العربيات بروجكت كارز. الجهاز المفروض انه مخصص للامكانيات العليا، وهو ممكن يكون مشابه لجهاز ستيم ماشين، لكن محدش عارف هل الجهاز ده هيقدم حصريات ولا هيكون جهاز بي سي مخصص للالعاب فقط واشبه بالكونسولز، ومين اللي واقف خلف الفريق ده. واعتقد ممكن THQ يكونوا فعلا بيفكروا يعملوا جهاز،
وده بيفسر سبب كمية الاستحواذات اللي بيعملوها على الاستوديوهات زي اخر فريق وور هورس اللي قدم كينجدم كام ديليفرنس، فهم فعلا استحوذوا عليه. فهل فعلا شركة تي اتش كيو بيفكروا ينزلوا جهاز ويعملوا عليه حصريات؟ او حتى ممكن افترض ان الشركة الصينية تينسنت هم اللي خلف الجهاز ماد بوكس. عموما واضح انه هيكون في اجهزة كتيرة هتنزل في الجيل القادم، وده شيء مقلقني. لازم ننتظر انطلاقة كل جهاز ونشوف هيقدموا ايه للصناعة ولا هيخربوها. جوجل وامازون وابل خبرتهم ضعيفة في السوق ده، وانا ما عنديش مشكلة انهم يجربوا حظهم، ولكن جربوا حظكم من غير ما تأثروا على الصناعة بالسلب، فالموضوع اكبر من فلوس لانكم بتشوهوا الصناعة. ومعنى ان كل شركة تقدم جهاز مخصص للخدمة السحابية، فده معناه ان المنافسة هتكون على السحابة فقط، بحيث ان كل شركة تتباهى بقوة سيرفراتها وتحملها، وده هيشيل تماما فكرة منافسة الاجهزة ومنافسة الهاردوير، وممكن كمان يشيل منافسة حصريات الاجهزة. يعني امازون تعتبر سيرفراتها اقوى سيرفرات في العالم، بعدها اعتقد مايكرو ثم جوجل، فالصناعة هتتحول لفرض عضلات كل شركة، والمنافسة اللي عشناها زمان مع الجيل الخامس والسادس والسابع هتتمحي في الجيل التاسع، والصناعة مش هتبقى مهتمة بمنافسة حصريات، ولكن مهتمة بمنافسة قوة الخدمات السحابية، وكمان مهتمة بمنافسة الاشتراكات. انا من فترة عملت فيديو اسمه ماذا حدث لصناعة الالعاب، قلت فيه ان الشركات الامريكية هي اللي دمرت الصناعة، ومع كل مدى بكتشف ان كلامي فعلا كان صح. اتاري في الماضي، اكتيفيجن في الماضي برضو لما عملوا شراكة مع اتاري وكانوا السبب الاساسي لانهيار السوق، EA لما اهملوا اللعب الخطي وبقوا العاب كخدمات، وطبعا مايكروسوفت مع جيل الاكس بوكس 1 بسبب المطرود دون ماتريك وفرض سياسة امريكية بحتة وكانت كفيلة بانها غيرت السوق للأسوأ، ودلوقتي طبعا مع شركة جوجل. كل دي شركات امريكية بحتة، ولولا الصناعة اليابانية فكنا فعلا ما شفناش اي تطور في الصناعة، لذلك احنا مدينين للصناعة اليابانية. الصناعة الامريكية عايزين يحطوا مصاعب على اللاعب لان ده نظام السوق الامريكي، يعني مايكروسوفت عايزين يمنعوا حاجة اسمها بدل الاسطوانات او الجيم شير، لذلك لما تم الكشف عن الاكس بوكس 1 قالوا ممنوع البدل، وهم عايزين يخلوا اللاعب ما يبيعش العابه لانه هيسبب خسائر للشركات، مع ان الاصدارات المحبطة اللي بنشوفها وقلة مدة الالعاب فلازم نشكر سوني انهم اتاحوا بيع الالعاب واجبروا كمان مايكروسوفت انهم يغيروا من سياستهم. ولذلك انا قلت ان الصناعة اليابانية هي اللي ليها الفضل في استمرار الالعاب. في شركات غيرت صناعة الالعاب للاحسن، وفي شركات غيرته للأسوأ وفرضت الاضافات والمحتويات المدفوعة، لذلك احنا مش محتاجين شركة رابعة تغيره للأسوأ ثم الأسوأ. وواضح ان الصناعة المستقبلية رايحة في 60 داهية، واعتقد ان الجيل القادم هيكون اخر جيل للاجهزة المنزلية، وبعدها كله اجباري هيتحول لبس ولخدمات سحابية. الصناعة مفيش شك انها هتشوف ايام صعبة الفترة المقبلة لما كل لاعبين الهارد كور يتقدموا بالسن ويعتزلوا الالعاب، ويصبح مفيش الا لاعبين كاجوال، فالصناعة هتقول لهم خدوا الاونلاين استمتعوا بيه وهاتوا تمن الاشتراكات. بشكركم على المشاهدة، واتمنى انكم تزوروا صفحتي على الفيسبوك facebook.com/nevermindhd. كان معكم احمد السوري، see you next time.